على مواضيع وقضايا مختلفة، تكلمنا عن التجربة الديمقراطية لبلدينا جنوب إفريقيا والمغرب، تكلمنا عن التاريخ المشترك والجغرافيا المشتركة والحب المشترك لقيم الحرية والعدالة والكرامة، كما تكلمنا أيضا على بعض نقط الخلاف ما بين بلدينا وبالخصوص فيما يتعلق بقضية الصحراء وقضايا أخرى. زيارة لا تهدف إلى إعادة بناء العلاقات بين بلدنا والمغرب لأنها جد هامة. حرية جنوب إفريقيا اليوم هي بفضل دعم المغرب، وهي معطيات يجب أن نستحضرها ونبرزها. نيلسون مانديلا عندما كان يبحث عن الدعم والمساندة لثورتنا، المغرب كان من بين البلدان التي لجأ إليها. تأكيد من الوفد الجنوب إفريقي على أهمية توطيد العلاقات مع المغرب عبر استحضار محطات تاريخية عديدة قدم خلالها المغرب الدعم والمساندة لجنوب إفريقيا، ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي حزب الأصالة والمعاصرة إلى الانفتاح على تعبيرات سياسية إقليمية ودولية متعددة.